الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي بالحلقة الثامنة من صورة وكتاب، ويمكنكم متابعة الحلقات السابقة في قناتي باليوتيوب. وكتابنا اليوم الحرب العالمية الأولى، نيل هايمن وترجمة حسن عويضة. الكتاب من دار كلمة، ودار كلمة معروفة في ترجماتها الكثيرة. الحرب العالمية الأولى لها تأثير جدا كبير بالتاريخ، فهي أنهت أربع إمبراطوريات: الروسية، الألمانية، المجرية النمساوية، وأخيرا العثمانية، التي تم تحالف بريطانيا مع حلفائها بالمنطقة، وتم إسقاط الدولة العثمانية، ومن ثم تطبيق اتفاقية سيئة الذكر سايس بيكو، وبعدها وعد بلفور. ونشوف ان ضاعت كثير من الدول العربية تحت الاحتلال، سواء الفرنسي البريطاني وغيره، ومنها طبعا فلسطين اللي ان شاء الله تحريرها قريبا راحت بالانتداب البريطاني، ومن ثم سلمت الى الكيان الصهيوني. فهذه بعض من نتائج الحرب العالمية الأولى. كذلك بالحرب العالمية الأولى صار تطور في الأسلحة، قاموا استخدام الطيران والدبابات، كذلك الكثير من الاستراتيجيات اللي يعني طبقت في الحرب العالمية الأولى، وزادت للأسف من الضحايا والجرحى في هذه الحرب. كذلك من يعني الأشياء اللي أثرت فيها الحرب العالمية الأولى هي نواة للحرب العالمية الثانية المدمرة يعني. فالحرب العالمية الأولى بدأت 1914، وكانت شرارة انطلاق يعني انطلاق هذه الحرب اغتيال ولي العهد النمساوي في سراييفو، ومن ثم اشتعلت الحرب ولم تتوقف إلا 1918. وطبعا واكب ذلك وباء الانفلونزا الإسبانية والكثير من الأحداث المؤسفة الدامية. طبعا الكتاب هذا يعني لا يسرد سرد تاريخي لهذه الأمور، يعني مع أنه في تايم لاين، لكن هو لا يسرد هذا السرد التاريخي، هو يذهب إلى الخنادق وإلى يوميات الجنود واليوميات المدنيين والأطباء، يعني ينقلكم في أجواء الحرب العالمية الأولى، لكن من وجهة نظر الناس اللي عايشوها، يعني ما مو مثلا راح يدش بتفاصيل التاريخ والأحداث، لا، بال يعني يومياتهم وكيف تعاملوا مع هذه الظروف القاسية. سلسلة الحياة اليومية عبر التاريخ، الحرب العالمية الثانية، وطباعة الكتاب يعني جيدة، والترجمة كذلك، وهذا ما تعودنا عليه من دار كلمة. الجميل في الكتاب التسلسل الزمني التايم لاين، يعني من 1914 28 يونيو اغتيال الأرشيدوق النمساوي، وتوالت الأمور إلى أن نشينا في خضم الحرب العالمية الأولى. والآن كالعادة مع حلقات صورة وكتاب، أنقلكم بعدستي الخاصة إلى بعض الصور اللي وثقتها من بعض المتاحف عن الحرب العالمية الأولى.
شاكر لكم الاشتراك والمتابعة، وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة مع تحياتي المصور صالح.